أهلا بكم في واحدة من أهم حلقاتنا وأكثرها أهمية علمية وإنسانية في نفس الوقت. قبل ما أدخل في موضوع الحلقة، أنا عايز أوريكم يعني عظمة الخالق سبحانه وتعالى. نشوف كده عظمة الخالق في خلقه لشيء صعب جدا إن إحنا نفهم كمان أبعاد كيفية هذا الخلق بشكل تفصيلي، ولماذا في مليون لماذا، وإحنا بنبص على تشريح العمود الفقري والحبل الشوكي السباينال كورد بالشكل اللي احنا نشوفه. يعني عندنا في فقرات عنقيه يا جماعه فوق اللي هي بيسموها سيرفايكال سباين. شوف الجزء بتاع الفقرات الصدريه لازم يرجع لورا، والجزء بتاع الفقرات القطنيه لازم يطلع لقدام. الحكايه دي انا هسال ضيف العزيز ليه، وطبعا ما بين الفقرات وبعضها في الديسكات تكوين. طب ليه اشمعنى الديسكات اتعاملت بهذا الشكل؟ وشوف بقى الاعصاب اللي طالعه طبعا من العمود الفقري ليها توزيعه غريبه جدا وماشيه بتوزيعه غريبه اللي 3 وال 4 دكاتره عارفين الكلام ده. هذه هي الاسئله واكثر منها مع ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، استاذ وجراحات، استاذ واستشاري جراحات المخ والاعصاب وجراحات العمود الفقري والانزلاق الغضروفي، الاستاذ بكليه طب القصر العيني جامعه القاهره، الاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا. اهلا بك. انا بحضرتك فرحان، وحشني جدا جدا. خلي حضرتك تسلم لي. انا عايز ادخل جوه التشريح الكبير قبل ما ادخل على المخاوف واسالك ليه الناس بتخاف من عمليه العمود الفقري كتير. هو الحقيقه يعني التركيب العمود الفقري هو معجزه من معجزات الخالق في جسم الانسان حقيقه. يعني الدقه الرهيبه جدا في التكوين وجمال التكوين والفن في التكوين بتاعه، يعني لما بنيجي نبص عليه مش زي التشريح العادي. يعني التشريح العادي لما نيجي نبص وندرس عضله زي ما كنا بندرسها بدايه ونهايه وعصب ومش عارف ايه والياف شكلائي، العمود الفقري فيه فلسفه. يعني في فلسفه، يعني زي ما حضرتك بتقول مش معنى الرقبه كيرف طالع لقدام والصدر راجع لورا. لما نيجي نحسبها ونلاقي البدايه بتاعتنا نبدا بالمنطقه الصدريه، هو ربنا سبحانه وتعالى ليه ما خلاش العمود الفقري يبقى واقف زي العصايه كده، الرقبه مستقيمه والصدر مستقيم والظهر مستقيم؟ لو ده حصل هيفرق معانا في التركيب بتاعنا جامد جدا، وفي الوظيفه هتفرق كتير جدا. نمره واحد الحركه بتاعتنا والليونه والمرونه بتاعتها هنفقدها، لان في امراض لما بيحصل فيها تيبس في العمود الفقري بيتحول بقى زي الخشبه كده، فقدنا الليونه والمرونه والاتزان ونبدا نترنح في المشي لا عارفين ننام. انت عارف حضرتك لو العمود بتاعنا ما هوش بالليونه والكيرفات دي ما نعرفش ننام. يوم ما يحصل التيبس ما تعرفش تنام، لو نمت على ظهرك ما تعرفش تقعد. زي مرض الانكلوزنج سبوندولايتس لازم يتشال وان بلوك حته واحده كده، عارف زي ما يبقى عندك تمثال بقى تمثال. سبحان الخالق العظيم في الفقرات اللي نبدا بالصدريه، الصدريه دي ربنا خلقه ولازم يبقى عندي اكبر مساحه عشان عندي الرئتين يتمددوا وياخدوا راحتهم. ما ينفعش تقسم القفص الصدري يبقى عباره عن نص بس قدام متمدد وورا حيطه سد، ما ينفعش. النفس ما يبقاش طبيعي. طب مش النفس بس، طب عضله القلب نفسها، هو ده بدايه تكوين الخلق بتاعنا. عضله القلب بتاعتنا هي بتنقبض وتنبسط وبتلف وهي بتتحرك. ايوه يعني الحركه في حركه سكويز كده، حركه عصر، حركه لفه كده، لازم يبقى عندها المسافه دي. فبالتالي التكوين يستلزم ايه بقى؟ ان القفص الصدري من ورا يبقى ياخد الايه الكيرف اللي هو عامل زي حرف سي كده. طيب لو عملنا الكيرف ده بس في المنطقه الصدريه، ها تعال نوقف البني ادم هيقع، مش هيبقى مظبوط، هيبقى ماشي عامل زي الكرومبايه كده، يعني مش هيبقى مظبوط. يجي بقى الكيرف الثاني لتحت يعدل معانا اللي هو بتاع البطن، علشان ايه؟ ما يديش مساحه كبيره لفراغ البطن، ودايما تبقى البطن حجمها صغير، وعلشان عمليه الاخراج تتم بتاعتنا. الكيرف بقى لو تحت برضو برميلي بهذا الشكل واسع جدا، الواحد ممكن ما يعملش حمام بالشهرين. شوف سبحان الله، الحمل لا يستقر ولا يثبت. الاخراج في البول يبقى فيه مشاكل، والكيرف تحت خلاص يبدا يظبط مع اللي فوق، الاثنين بيعوضوا بعض. تيجي الرقبه بقى، الرقبه لو هي واقفه حركات الرقبه بتاعتنا في كل الاتجاهات، امامي خلفي جانبي انحناء لف شمال يمين، نفقد هذا الكلام لو احنا بقينا واقفين زي العصايه كده. فالكلام ده مهم جدا ان احنا الكيرفات دي ربنا خلقها. طيب هو ربنا خلق الجهاز العصبي، هو جهاز عصبي مكون من ايه؟ من المخ والحبل الشوكي، ها، والاعصاب اللي طالعه منه. الجهاز الوحيد اللي في جسمنا اللي ربنا خلقه جوه عظم محمي، المخ زي ما حضرتك عارف محمي. الجهاز العصبي ما يخرجش منه الا الاعصاب الطرفيه فقط، دي بس اللي احنا بنحسها وبنعرفها. شوف الاصفر اللي في النص ده، دي الفقرات العنقيه. فقرات العنقيه التركيب الفريد والعجيب والجميل،
في غضاريف هي تسمع بالانحناء الجانبي، العمود بيتمرجح يمين وشمال ما عنديش مشكلة، يطلع قدام ورا ما عنديش مشكلة، يلف جانبي شمال ويمين ما عنديش مشاكل. الغضروف عامل زي الوسادة الطرية، يبدأ يريحنا في هذا الكلام كله. الغضروف ده عبارة عن إيه؟ الغضروف هو عبارة عن مادة زي المخدة، كاوتش كده جميلة، اللي في النص المادة اللي لونها موف دي أو الزرقاء دي، هي عبارة عن المادة الطرية الجيلاتينية اللي بنسميها نيوكلس، اللي هي النواة بتاعة الغضروف نفسه. لطلبة الطب اسمها نيوكلس بالبوزس. الجزء الخارجي بقى اللي هي المادة اللي فيها قوية جدا، عاملة زي الجوان يا دكتور أيمن. عارف الجوان اللي هو بنعمله علشان الزيت ما في العربية وفي الحنفية هو عامل زي كأنه جلبة كده عشان تمنع ان الماده اللزجه دي انها تنزلج منها او تخرج بره، لان لو خرجت بره دخلنا في مشكله. أوكي. الحبل الشوكي اللي في النص ده، ودي الاعصاب الطرفيه، والعصب بتاعنا دايما بيطلع بايه؟ بمخرجين. مخرج حسي ومخرج حركي. شو بقى قمه الابداع؟ الحسي هو السنسور وهو جهاز الانذار، وهو اللي بيقول لك خلي بالك ده انت عندك مشكله. هو اللي بيحس السخن والبارد والالم والوجع والالتهابات والسخونه، وده في ورم جاي، ده في ترجيع جاي، ده في نزيف جاي. اللي بيحسه هو العصب الاحساسي، يديك الالارم يقول لك خلي بالك الحته دي بتعور ما تلمسهاش. ها يوم جاي العصب الحركي يستجيب، اسحب ارجع بقواتك تاني. يبدا العمود الفقري بيتعامل بوحده فيها حساسات للخطر عشان حضرتك تبقى عارف، ويدينا احساس باللي حواليك بقى كله. يبقى انت بتحمي الجهاز العصبي، ربنا خلقه محمي من جوه، وحاطط له سنسورز وحساسات من بره عشان تحميه وتحمي باقي الجسم. عظيم. نفسه الحبل الشوكي هو ينقل الحركه من المخ، لان احنا عايزين نفهم ان الحركه بتاعتنا جايه منين. جايه من المخ. عندنا في اماكن في المخ هي المسؤوله عن اللي احنا بنسميها الخلايا الذكيه، الخلايا الخلاقه، هي الخلايا الوحيده اللي لها هذه الخاصيه. كل خلايا الجسم عامله زي، عارف مملكه النحل كده، في ملكه وفي شغاله. خلايا الجسم كلها، العضلات والعظم والبطن والامعاء والرحم كل ده يسمع ويطيع، شغاله. ها المدير من الخلايا المديره بقى، الخلايا الكوماندا اللي هي بتحرك الدنيا كلها، الخلايا المفكره التي تبتكر وتبدع، هي الخلايا العصبيه. الخلايا العصبيه الام هي اللي تطلع الفكره، هي اللي بتخلي الواحد يعني ما يبقاش خاضع لاي حاجه تانية غير للمنطق والعقل. ويوم ما يحصل هذا الخلل يدينا امراض كتيره جدا، زي امراض التهيؤات والوسوسه وفقدان الذاكره وعدم الادراك، الكلام ده كله، وحتى اللي هي الافكار الخاطئه والعنف والعدوانيه نتيجه لوجود خلل في المخ. يعني في وجود هذه الخلايا تبدا تغير من سلوكنا والطبيعه بتاعتنا. فالخليه العصبيه خليه غاليه جدا، وربنا حماها، بقت عامله زي الجوهره اللي ربنا بيحطها لك في 20 علبه وجوه 20 خزنه. المخ ثلاث طبقات، العظم بتاعنا الجمجمه لها، الفروه الراس لها ثلاث طبقات، الاغشيه اللي حوالين المخ ثلاث طبقات، السائل النخاعي عشان يحمي الحركه بتاعتنا، والتغذيه والتبريد والتكييف، الحاجات الجميله دي كلها عشان تشتغل بكفاءه عاليه جدا. تلاقي حمايه فظيعه جدا، حمايه ربانيه وعبقريه جدا في الخلق في هذا المجال. لما بالجراحه الحديثه بقى، لما النهارده بندخل يعني بنعمل جراحه بقت فظيعه جدا، لان انا بقدر احدد. يعني ده مثلا نموذج هنشوف، ده مريض جاله ألم وجع في رجليه، الرجل الشمال بتوجع وبتنمل وبتغدل، نعمل الأشعة، احنا عاملين الرسم بيوضح بس الصورة. الغضروف كبر وضغط على العصب، ده الغضروف لما بيكبر يبدأ يضغط على الجراب الخارجي اللي كنا بنسميه زي جوان خارجي، يبدأ يقطعه أو يضغط على العصب بهذا الشكل. العصب أول ما بينضغط بيورم وبيسخن. طب كنا زمان بقى بنحتاج ندخل ونفتح ونشيل عظم وبتاع عشان نعمل. شوف دي بقى حضرتك، بنشيل الغضروف عن طريق الجلد بدون جراحة. دي طريقة حديثة. بنعمل ايه؟ تحت جهاز الأشعة بندخل دي حاجة عاملة زي القسطرة، وجواها حاجة عاملة زي الايه؟ عارف سوري كده، المقورة بتاعت الكوسة كده. ها؟ بندخل بيها بس حاجة صغيرة جدا، تبدأ تفرم جوه. خلي بال حضرتك، شوفها وهي بتلف جوه، تبدأ تلف جوه الغضروف، أبدأ أفضيه، أشفطه، أسحبه، خرجت بره، رجع الغضروف بعيد عن العصب والدنيا اتحسنت جدا. عمره ما كنا نحلم بده. النهاردة بقى ده موجود، بس له شرط. نمرة واحد، ان الغضروف ما يكونش منفجر، ما سبناهوش لما انفجر. يبقى لازم يجيلك بدري. نمرة اتنين، ان ما يكونش الغضروف تيبس. الغضروف اللي تيبس او نشف الكلام ده مش هيمشي فيه. ده انا محتاج غضروف يكون لسه نسبة السائل الموجودة فيه او اللزوجة موجودة، اقدر افضيه بقى بهذه الطريقة. عملت عمليتي، المريض بعد ساعة بالظبط اقول له انزل امشي، ولو عملت له اشعة التقي الموضوع اختفى تماما. اعمل اشعة ما التقيش الغضروف. يعني دي كانت جراحه حقيقيه، بس جراحه
تداخليه بسيطه بعملها بنج موضعي والعيان فايق بديله بنج وبديله حاجه مهدئ كده خفيف جدا. ولا في بقى عندي كوي ولا حرق ولا كلام من ده، انا بدخل ها واشيل الموضوع. طيب يوم ما كان بيبقى عندي حادثه، واللي كان بيقول لنا زي ما شفنا قبل كده دكتور ايمن اللي رقبته مكسوره، شفنا احنا الاكس راي على شفنا. فكره الحلقه دي مرتبطه بحلقات قبل كده على اليوتيوب، لازم نتفرج على المجموعه كلها مع بعض بالظبط. هنا بقى لما كنا بندخل الفقره اللي كانت مكسوره ما كناش بنعرف نعمل فيها حاجه، كان اخرنا بيجيب شريحه ونثبتها وعلى كده ونقول بقى معلش ده قدر ربنا والحمد لله. طيب انا النهارده بقى عندي جراحات اقدر اشيل بيها الفقرات واغيرها، اغير فقرات بغير فقرات. هنا اللي احنا شايفينه الاسطوانه الجميله دي هي اسطوانه من ماده اسمها تيتانيوم، بنحشيها من جوه مشتقات زي بتاعه العظم اللي كان طالع عندي مكسر، ما هو عظم ملوش لازمه انا شلته خلاص ومكسر، نحشيها بيه من جوه. الاسطوانه دي بتكون فقره جديده عشان بتتفاعل، ما بتتفاعلش، بتعيش مع العظم، هي بتعيش مع العظم. وبقوم جاي عامل ايه بقى عشان ضمانها زي الاسطوانه، المريض ده ممكن اعمل العمليه وبعد 3 ايام يبقى ماشي على رجله اللي هو كان دخل في شلل او جاله كسر في الفقرات والعمود الفقري، ادخل بقى على الاسطوانه دي اقوم جاي اعمل لها حاجه. فاكر حضرتك لما قلنا المره فاتت الشريحه الذكيه دي زيها كده، الشريحه الذكيه، وابدا اثبت الفقره. يبقى في نفس الوقت ضمنت ان انا اوجدت جسم فقره بدل الجسم اللي كان متكسر، شلت الضغط على العصب والحبل الشوكي، عملت تثبيت للفقره والدنيا بقت طبيعيه جدا. يبقى انا رجعت اقدر امارس حياتي، ممكن احتاج البس رقبة اسبوع اسبوعين وبعد كده بنقوم طبيعي ونتحرك، ولو احتاجنا علاج طبيعي نقدر نعمل. هذا الكلام ما كانش موجود يا دكتور ايه. دي الشريحه الذكيه، دي شريحه ذكيه ومعاها بقى هنا جسم فقره. يعني جسم الفقره دي من الحاجات اللي هي الحديثه جدا اللي ما ظهرتش اللي في خلال اخر 3 سنين. يعني قبل 3 سنين ما كانش موجود وما كانتش منتشره الحقيقه في مصر. لازم العيان بعد الحادثه يجي لك على طول فديا؟ ممكن اعملها لحد شهرين بعد الحادثه. ممكن اعملها لحد شهرين بعد الحادثه، ما عنديش فيها مشكله. بس بنقول ايه، كل ما نبقى بدري كل ما يبقى افضل. لان انا كل ما يبقى بدري مش عشان العظم، علشان العصب نفسه. انا بحافظ على العصب وارجع في الاخر انا بعمل دعامات اهين وبثبت الفقره وبترجع طبيعيه جدا، ما عنديش فيها اي مشكله والانسان يقدر يتحرك عادي جدا. ما عادش عندي مشاكل فيها. دي جراحه من الامام مش من الخلف؟ دي جراحه اماميه ودي تبقى جراحه ميكروسكوبيه. يعني برضو ما عدناش هنا بنستخدم الجراحه العاديه خالص. يعني احنا لما بنتكلم دايما النهارده، وده اللي احنا بنقول الفرق بقى بيننا النهارده وبين، يعني حتى هنا الشريحه جميله جدا لها لوك. عارف اللوك ده لازمته ايه؟ عشان انا لو دخلت بقى واتشعبط في الشريحه دي عشان تخرج ما بتخرجش. الحقيقه ده حاجه جميله جدا، ان لازم كلها علشان افكها لازم اعمل اللوك ده، اعملها انلوكينج الاول. دي الشريحه الذكيه. انا حبيت اوري بقى عشان اقول ادي عندنا شريحه ثابته ودي اسمها الشريحه الذكيه. الشريحه الذكيه بقت مور تكنولوجي، مور اكتر لياقه جدا مع العمود الفقري، اقدر استخدمها وفي نفس الوقت بحتفظ بكامل الحركه بتاعه الفقره بتاعتي، نفس الفكره بتاعتها في التركيب، ولكن الفرق ان دي شريحه حركيه. طيب هو ايه الفكره الجديد في كلمه حركيه ومش حركيه؟ الحركيه دي النهارده ان انا بحاول احاكي الطبيعه، انا ربنا خلق العمود الفقري عشان يتحرك مش عشان يثبت. وده كان المفهوم بتاعنا الاول، ما كانش عندنا الوسيله ان احنا نثبت العمود الفقري غير كنا ساعات بسلوك او بحاجات زي الحديد كده ونقعد نخيط من جوه. لما صنعت الشريحه الثابته كانت انجاز حقيقه، كان انجاز. لما النهارده الدنيا بتتطور بنعمل الشريحه الحديثه جدا دي اسمها الشريحه الذكيه. يبقى انا عملت العمليه اقدر احرك رقبتي، بقدر احرك رقبتي وبطني رقبتي وبجيبها شمال وبجيبها يمين، ما عنديش مشكله. يبقى انا بحاكي الطبيعه في هذا الكلام، فده ادى لحاجتين. نمره واحد، نتائج افضل في الجراحه. نمره اتنين، مضاعفات اقل ما بعد الجراحه. يعني كان دايما واحد ممكن يعمل عمليه وناجحه وايديه بتتحرك، بس ما عادش قادر احرك رقبتي، ما عادش عارف احرك ظهري. يعني احنا النهارده برضو لما كنا بنعمل تثبيت في الظهر كانت القصه شرايح ومسامير. وللاسف ان لحد النهارده في ناس هو ده عهدهم بالجراحه بتاعه العمود الفقري، الشرايح والمسامير. واخد بالك؟ واديها من التفسير بقى، يعني هو اصلا ممكن ما بيعرفش غير دي اللي بيعمل ده، ده حقيقي هو اتعلم ده وما بيطورش نفسه. الحاجة التانية ساعات عامل اقتصادي، الشريحة والمسامير دي خلاص بقى ما عندناش بنستخدمها، فرخصت جدا ما عادتش لها قيمة مادية. فساعات يبقى العامل الاقتصادي هو اللي بيجبر واحد انه يستعمل دي. الحاجة التالتة، في بعض الحالات اللي هي بيبقى فيها اصابات عنيفة جدا او قطع في الحبل الشوكي، انا مش محتاج اركب بقى الشريحة الذكية ولا حاجة، انا ممكن بس اللي يهمني ان انا اعمل تثبيت ودعامات
فقط لا غير، هتبقى ارخص واوفر، مش هيبقى فاتك الكتير. مفهومه دي. طب طب التكنولوجي وصل لغايه ايه في تركيب حاجه مكان الديسك؟ الديسك ده ممكن يربشر يتلاشى. لا ده في النهارده بقى في تركيبات غضاريف بديله، يعني انا بشيل الغضروف هون، انا دخلت عمليه بالمنظار، اشيل الغضروف واخرج بيه بره واركب بدل الغضروف تاني بديل، غضروف بديل بنفس التركيبات ونفس الامكانيات وبقوه قويه جدا. وبقى بيتصنع من إيه؟ ده نوع من الانواع الغضاريف. يعني بقى عندنا موجود اكتر من 7-8 انواع من هذه الغضاريف حقيقه، وكل يوم الشركات دي بتتنافس مع بعض ازاي نعملها وازاي نطلع هذا المنتج وازاي نستعمله بحيث ان يخلي الفقرات تتحرك بهذه الحركه. ها ده مكون من اجزاء هيل، وفي مش ثابت، ده بيتحرك، الحركه بتاعته رجعت للعمود الفقري تمام، ده اضافوا اليه ايه؟ ان بقى يلحم مع العظم تيتانيوم. يلحم ياخد هو يلحم اضيفت اليه طبقه كده زي عزل او طلع عليه كده، بحيث انها في الاخر العظم الطبيعي بتاعنا يعني زي ما بنقول نضحك عليه، بحيث انه يلحم فيها كانها جزء منه. خلاص بقى بقت جزء من الجسم، لا يرفضها ولا يتفاعل معاها ولا يحصل بعد شويه انها تبقى لوز ونفقدها. خلاص بقت جزء طبيعي جدا من الجسم. اها يعني طيب اللي ما عندوش بقى ديسك، انا محتاج في حاجه اسمها الدعامه. ايه الفرق بين احنا فهمنا الشريحه اللي بتتحط مكان الشريحه الذكيه وفهمنا الديسك البديل، يعني ايه دعامه؟ الدعامات دي الفكره بتاعتها ببساطه جدا. احنا اكترها بنستخدمها في الظهر في فقرات القطنيه، يعني الرقبه وجدنا لها البدائل الغضروفيه والشرايح الذكيه والكلام ده كله، ده جزء خاص بالرقبه. الظهر كان دايما عندنا مشكله لما كنا بنعمل عمليه الغضروف ده مثلا، لما بيخرج وبنشيل الغضروف وكنا نحب نعمل تثبيت للفقرات دي، كنا لازم نثبتها بحاجه بنسميها تثبيتات ثابته، يعني زي الشريحه والمسامير. الوضع اتغير تمام، بقى في عندي جزء ثابت بيركب في الفقره، وفي جزء شبيه بالماده الكاوتشوك كده، زي الكاوتش زي السوسته بتاعت العربيه تركب. انا ركبت فوق وتحت اهون، والدعامات دي تركب ويركب جواها حاجه عامله زي البيستم او البنز كده، تبدا بقى حضرتك طب انا عايز اتني الفقره، الفقره بتتني معايا وفي نفس الوقت يسمح بالحركه من الخلف. ما عادش في عندي تحديد للحركه، يعني دي بيبين لي يعني ايه قوي. دعامه وبيفكرني بالمساعدين، ما هي زي المساعدين بالظبط. انت عارف حضرتك دايما كان في بعض الموديلات من العربيه كده تتميز انها بتمتص الصدمات وتبقى ناعمه وطريه كده، وكانت في عربيات بقى تدب زي الجرار الزراعي كده يخبط يكسر العربيات الكوري. العربيات الكوري كده لا باشا بيعمل حاجات جميله. اللي دلوقتي بقى موجود في الطب بينطبق، شوف حضرتك اي تكنولوجي في اي مجال على سطح الارض او فوق سطح الارض، انت عارف حضرتك معظم التركيبات التيتانيوم دي اخترعوها فين؟ في سفن الفضاء اللي هي في المجال الاتموسفير الخارجي. ايوه يعني الحقيقه، ودي كانت طفره من طفرات اللي هي المحطات المداريه الخارجيه دي، كانوا بيصنعوا المواد دي في جو بعيد عن الجاذبيه. طلعت الحاجات اللي ممكن تلحم مع العمود الفقري، طلعت الحاجات اللي ممكن الجسم ما يرفضهاش، طلعت الحاجات اللي هي ممكن تديني شبيه للطبيعي. يعني معظم التركيبات دي ما تمتش على الارض الحقيقه. ما شاء الله. طب احنا عايزين نفتح فهرس جديد، فهرس المخ بقى، لان احنا بنتكلم على العمود الفقري وسايبين المخ شويه، بس احنا انا عايز الفهرس هنتكلم في ايه في المستقبل على المخ، يعني جراحات المخ اللي حضرتك شايف ان احنا لازم نلقي ضوء عليها، وهنتكلم فيها بالتفاصيل في حلقات جايه ان شاء الله. ان شاء الله. الغده النخاميه، الغده النخاميه دي هي الغده اللي احنا بنسميها المايسترو. احنا يعني كل لسه بنتكلم دلوقتي بنقول على ان المخ هو السياده والقياده، وهو الجهاز السيادي في جسم البني ادم اللي هو يفكر ويدبر ويؤمر والباقي يتنفس، ومش لازم يعمل حاجه بايديه. عندنا ايدين ورجلين هينفذوا، ما عندناش مشكله، لكن هو يدي الاوامر. الغده النخاميه هي غده صغيره جدا، وزنها لا يتعدى من نص جرام لجرام. حاجه بسيطه جدا، يعني حجمها لا يزيد على حجم الحمصيه الصغيره او البذره بتاعه الليمونه كده او بذره البرتقال، حجمها صغير جدا ولكن بتقوم بوظائف خطيره جدا. مايسترو هي المسيطره بقى، هي اللي بتسيطر على الغده الدرقيه، اللي بتسيطر ب الحمل والانجاب والخلفه والدوره الشهريه تيجي ولا ما تجيش. البول اتحكم فيه ولا ما اتحكمش، البول هيحبس مني ولا ينزل، واخد بال حضرتك؟ الغده الصغيره دي بس بعض المشاكل ممكن تجدها في الغده النخاميه. معظم اورام الغده النخاميه الحقيقه هي بتبقى بنسبه 99% منها حميده، يعني الغده النخاميه من الاماكن المحظوظه جدا في المخ ان معظم الاورام بتاعتها حميده جدا. ده ورم جه على الغده النخاميه عمل لنا ايه؟ بنوته كانت بتجيلها دوره ما عادتش بتيجي، بدا ينزل لها افرازات لبنيه من الثدي،
بدأنا ده لسه بنت أو واحدة كانت بتخلف ومش عارفة تخلف ولا عارفة تنجب، نعمل أشعة نلاقي ورم بهذا الحجم. كنا بنترعب، كنا إزاي نشيل هذا الورم، إلى أن دخلنا في الطفرة اللي هي بتاعت المناظير بقى اللي احنا قلناها في الجراحة العمود الفقري، إضاءة وتكبير. طب المناظير دي كنا عشان ندخل الغدة النخامية كنا لازم نفتح المخ من قدام فتحة كبيرة جدا ونشيل العظم وأقدر أدخل من تحت المخ وأعمل تلف طول السكة، ما أنا داخل كده قاعد بتلف حاجات. ودي خصوصا دي قاع المخ، دي تلاقينا سكة أنا ممكن أدخل عن طريق الأنف، ده بالمنظار أدخل كده عن طريق الأنف زي ما حصل هنا كده، وأدخل بإضاءة كاملة برؤية كاملة بتكبير كامل، ومعايا جهاز بنسميه جهاز بيفتت الورم، ده جهاز ألتراسونيك أسبيريتور يكسر الورم وأشيله. طيب عملنا العملية، المريض خلاص كل اللي بيطلع بيه عبارة عن إيه؟ باك صغير جدا أو زي قطنة بفتلة كده بتحط في المناخير وأشيلها بعد 3 أيام. واخد بال حضرتك؟ الموضوع بقى بسيط جدا ونسبة نجاحه بتصل إلى 100%. مية في المية. طبعا. بس دايما يعني أنا عايز أقول بس الرسالة العنوان بتاعنا يا ريت يبقى بدري، لأن أنا النهاردة لما يبقى ورم حجمه أورام الغدة النخامية ممكن توصل لأحجام رهيبة، ممكن حجمه يبقى سنتي لحد 2 سنتي بنسميه مايكرو صغير. طيب ساعات بيكبر عن 2 سنتي ده ممكن يبقى قد البرتقال. كل ما يكبر كل ما ممكن يدخل مني في حتت ما اعرفش طولها يتشعب مني. فدايما لما نوقع بدري نقدر نتعامل معاه بشكل افضل بكتير جدا. طيب الفارس بتاع المخ بقى احنا عندنا ايه جاي بعد كده؟ يعني احنا مش هنقدر النهارده نتوغل قوي، لكن هتكلمنا عن اورام المخ بعد كده. احنا المخ اللي بيخوفنا فيه ايه؟ ان المخ الجوهرة الكبيره دي انها تعطل او تعمل مشاكل معاه. يعني المخ هو اللي بيضمن ان انا اتحرك، لكن يوم ما لا قدر الله الحركه افقدها يحصل شلل او ضعف او بتاع يبقى الكارثه جايه. يوم ما نفقد الاحساس كارثه جايه. يوم ما ندخل في غيبوبه كارثه جايه. يوم ما لا قدر الله نسمع اصل فلان زعل زعله جات له جلطه في المخ او نزيف في المخ، كل الكلام ده بتاع المخ. فانا يهمني جدا في المخ في حاجات كتيره جدا بنقولها، يعني اقل هم كلهم مهمين بس في الترتيب اكتر حاجه تخوفنا كلمه اورام المخ، لان هي دي بقى اللي النهارده بقت اللي بنسمع عنها كتير جدا، وبقت اورام المخ بقت خطيره. يعني والتعامل معاها بقى لازم يكون بنفس القدر بتاع اهميه المخ، لازم اتعامل باهميه في التدخلات بتاعتي. الجراحه النهارده بقت جراحه مناظير، ميكروسكوب جراحي، جراحات ملاحيه ثلاثيه الابعاد اقدر اعملها من بره واقدر ادخل، ما عادش محتاج افتح الجمجمه دي كلها عشان ادخل واوصل. بس برضو بنتفق نكون في مكان مجهز بامكانيات عاليه، وفي نفس الوقت نكون في مرحله قابله ان انا اتدخل في جراحي. يعني دي بالمنظار دي جراحه، ده ورم في المخ. احنا شفنا بقى كان في قاع الجمجمه تحت في قاع المخ اللي بتاع الغده النخاميه، ده ورم موجود هضطر افتح المخ. تمام. كنا زمان فتحه المخ بتبقى 10 سم في 5 سم في 7 سم، هنا ممكن ادخل بفتحه حجمها قد الكوين قد العمله، عارف الجنيه الفضه بتاعنا ده، نفس الفتحه بجرح صغير 2 سم ابدا احدد مساري تحت جهاز الاشعه، هوصل للورم انا عملت سكه. بندخل بنحط حاجه عامله زي الجراب كده توصل تبقى جوه الورم. طب الورم ده اصل الاورام مش بتتشفط كده زي العصير. لا ده انا بدخل حاجه جهاز اللي هو لونه ابيض ده بيفتت الورم بيكسره يخليه في الاخر بقى عباره عن زي الايه، عارف لما نجيب دقيق كده وندوبه في ميه يبقى لزج كده بس سهل جدا ان احنا نشفطه. طيب شفطناه وخلصنا ونعمل غسيل بعديه وننظف كل الكلام ده نقفله، تلاقي الموضوع بقى سهل والوصول اليه بقى سهل، واقدر اوصل لاماكن كتيره جدا كنا في المخ ما بنعرفش نوصل لها قبل كده. الضيف العزيز الاستاذ دكتور محمد صديق هويدي، استاذ جراحات المخ والاعصاب وجراحات العمود الفقري والانزلاق الغضروفي، الاستاذ بكليه طب القصر العيني فول بروفيسور وكليه طب جامعه القاهره، وطبعا الاسم الشهير مصريا وعربيا وعالميا. نورت يا دكتور. شكرا يا فندم. نورت يا فندم. تخيلك. خليكم دايما معانا. وي ويل بي باك اجين.